ليلى علوي صدمت ناس كثيرة جدا لما قررت انها تختار واحد بس هو اللي يملك قلب ليلى علوي وحياتها ويكون سعيد الحظ وفارس الأحلام. الحقيقة ده من حظي والحمد لله برضو من حظه، لأن احنا اخترنا بعض واتكلنا على الله برضو. يمكن احساسنا ومشاعرنا وقرارنا جه بسرعة، لكن كان في اتكال كبير جدا جدا على ربنا وعلى ثقتنا في نفسنا اكيد. وهي اكيد من الحاجات الحلوة واحلى حاجة حصلت لي، ويارب تبقى بالنسبة له هو كمان. اكيد طبعا. لا ده انت يعني ما حسيتيش باي ذنب تجاه الملايين، بقى مش هقول الاف كمان، المجانين ليلى علوي. بصي انا عارفة يعني انا بحب الناس، واللي خلى النهاردة في مكانة الحمد لله ليا في قلوب الناس هو حبهم الناتج عن عملي واللي بيهم. يعني انا اتعلمت من الناس ومن رد فعل الناس ومن الرياكشن ومن النقاد كل ده اتعلمت منه، وهو ده اللي خلاني موجودة النهاردة وبالشكل ده الحمد لله. واكيد انا عارفة ان ده من النعم الكبيرة اللي ربنا يعني رزقني بيها، ولناس كتيرة كمان بتقول واو يعني عارفة ازاي. أكيد. فانا متأكدة ان هم كان نفسهم ان انا اكون سعيدة طبعا، وان اي شيء هيسعدني هيبقى هو ده هم مبسوطين بيه، حتى لو كده او كده يعني. لا هم في الاخر اللي بيحب حد بيتمنى له السعادة. يبقى احنا نقول لهم النهاردة نداء من نايل سينما، ما تزعلوش طالما ليلى سعيدة. يبقى اعتقد ده يكفي كل محبيها ومعجبيها.